السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد من قناه فلاش التعليميه، افهم وتعلم ببساطه. ازيكم يا اصحابي؟ النهارده ان شاء الله معانا درس جديد، درس مهم جدا، هو علامات الترقيم في اللغه الانجليزيه او البانكتيويشنز او البانكتيويشن ماركس، علامات الترقيم اللي هي امتى احط فول ستوب او نقطة، امتى احط علامة استفهام، امتى احط علامة تعجب، امتى بكتب كابيتال لتر او امتى بكتب سمول لتر، امتى بعمل كل الحاجات دي. فالنهاردة معانا درس مهم جدا، وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا اصحابي زي ما قلتلكم بنتكلم عن البانكتيويشنز او البانكتيويشن ماركس، علامات الترقيم. واول حاجة عايزين نعرفها امتى بنحط كابيتال لترز او امتى بنحط حروف كابيتال. اول حاجة بنستخدم فيها الكابيتال لترز او الحروف الكابيتال في بداية الجملة الخبرية والاستفهامية والامرية. الجمل في اللغة الانجليزية هم ثلاث انواع. اول جملة هي الجملة الخبرية اللي انت بتعرف لما بتقراها خبر معين او معلومة معينة، والجملة الاستفهامية اللي هي بتبقى في صيغة سؤال ان انت بتستفهم او اي حد تاني بيستفهم عن معلومة معينة، والجملة الامرية اللي بيكون فيها امر معين انت بتديه لحد او حد تاني بيديه لحد تاني. المهم ان الجملة بتكون في صيغة امر. الجملة الخبرية زي مثلا Ali is clever. Ali اللي هو اسم علي، is clever ماهر. هنا طبعا حطينا اول حرف في الجملة هو capital letter او حرف capital. الجملة الامرية مثلا لما اقول لك open the door، open the door يعني افتح الباب، اول حرف في الجملة هو حرف capital اللي هو حرف الاو زي ما احنا شايفين قدامنا. والجملة الاستفهامية اللي هي في صيغة سؤال لما اقول لك مثلا How are you؟ How are you؟ أو كيف حالك؟ هنا أول حرف في الجملة هو حرف كابيتال زي ما احنا شايفين قدامنا. يبقى في بداية أي جملة من الجمل بيكون الحرف الموجود حرف كابيتال. تاني حاجة أصحابي مع أسماء الأشخاص، أي شخص في الدنيا، أي اسم في الدنيا بيكون أول حرف فيه هو حرف كابيتال، زي مثلا علي، عمر، حسام، اي اسم في الدنيا زي ما احنا شايفين قدامنا بنكتب اول حرف فيه حرف كابيتال. تالت حاجة يا اصحابي بنستخدم فيها الحروف الكابيتال هي اسماء الشهور، زي مثلا January، February، March، April، May، June، July، August، September، October، November، December. كل شهور الخاصة بالسنة أول حرف فيها هو حرف كابيتال زي ما احنا شايفين قدامنا. كمان أسماء الأنهار زي River Nile، River Nile اللي هو نهر النيل، River أول حرف فيها حرف كابيتال وهو حرف الآر، ونايل، نايل اللي هو نيل أول حرف فيها كابيتال وهو حرف الإن. في اللغات كمان يا أصحابي، أي لغة في الدنيا الاسم الخاص بيها لما بنيجي نكتبه بنكتب اول حرف فيه حرف كابيتال، زي عربيك، فرنش، انجليش. الحروف الاولانية من كل اللغات دايما بيكون مكتوب بشكل كابيتال. سادس حاجة يا اصحابي كمان لما بنيجي نقول الالقاب، يعني ايه القاب؟ يعني مثلا لما بقول لحد السيد فلان، سيد يعني مستر، MR الام هنا بتكون كابيتال. لما باجي اكلم سيدة غير متزوجة انسة يعني بقول لها مس، MISS لما باجي بكتب الام هنا بكتبها كابيتال. اي سيدة متزوجة بسميها مسز وبنكتبها MRS، الام الاولانية بتكون كابيتال هي كمان، ودي اسمها الالقاب. سابع حاجة ايام الاسبوع، أيام الأسبوع اللي هي Sunday، Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday، and Saturday. كل الأيام الخاصة بالأسبوع أول حرف فيها بيكون حرف كابيتال.
أسماء البلاد كمان يا أصحابي زي إيجيبت، إيطالي، كلهم أول حرف فيهم بيكون حرف كابيتال. إيجيبت أول حرف فيها هو حرف الإي زي ما احنا شايفين قدامنا، بيكون مكتوب كابيتال. إيطالي حرف الآي اللي هو أول حرف في كلمة إيطالي بيكون كمان مكتوب كابيتال. المدن كمان أو السيتيز، المدن كمان يا أصحابي بنكتب أول حرف فيها كابيتال، زي كايرو أو القاهرة أول حرف فيها حرف السي بيكون كابيتال. ألكساندريا، ألكساندريا أو حرف الأي في ألكساندريا بيكون كابيتال. منصورة، حرف الإن في كلمة منصورة بيكون كابيتال. يبقى أسماء البلاد وأسماء المدن بيكون أول حرف فيها كابيتال. أسماء القارات كمان يا أصحابي، أسماء القارات بيكون أول حرف فيها كابيتال زي أفريكا وزي آسيا. حرف الأي في أفريكا بيكون كابيتال زي ما احنا شايفين قدامنا، وحرف الأي في كلمة آسيا بيكون كابيتال زي ما احنا شايفين قدامنا برضو. الجنسيات كمان، أي جنسية يعني مصري، سوري، فلسطيني، جزائري، سعودي، كل الجنسيات بيكون أول حرف فيها حرف كابيتال زي مثلا كلمة إيجيبشن. إيجيبشن أول حرف فيها هو حرف الإي وبيكون كابيتال لو كتبناه في أي جملة، زي كلمة سيريان. سيريان أو سوري أول حرف فيها حرف الإس بيكون برضو كابيتال زي ما احنا شايفين قدامنا. ومع الضمير الخاص بكلمة آي أو أنا في أي مكان في الجملة، لما باجي بكتب آي اللي هي الخاصة بالضمير بتاعي أنا بيكون كابيتال زي ما احنا شايفين قدامنا في كلمة I am student. I am student، أنا طالب. And I am clever، الآي في الجملة اتكتبت مرتين اللي هي أنا، وفي المرتين اتكتبت كابيتال لأن دايما حرف الآي الخاص بكلمة أنا آي بنكتبه دايما في أي مكان في الجملة بيكون كابيتال. نتنقل بقى لعلامة التعجب اللي احنا شايفينها قدامنا واسمها exclamation mark. exclamation mark أو علامة التعجب اللي هي بتدل على حالة من حالات الدهشة والترحيب، وساعات كمان حالة من حالات الغضب. يعني أنا بستخدم الـ exclamation mark لما أكون مندهش من حاجة معينة، ولما أكون برحب بحد، ولما أكون غضبان من حاجة معينة. زي مثلا لما أجي أقول hello بعمل بعد منها علامة تعجب أو exclamation mark، وبعدين مثلا بقول اسم الحد اللي برحب بيه مثلا علي، hello علامة تعجب أو exclamation mark، وبعدين بقول اسم الشخص اللي برحب بيه. زي كمان لما أجي أقول oh you look pretty، يعني يا أنت شكلك أو أنت شكلك جميل، بعمل هنا في آخر الجملة دي exclamation mark أو علامة تعجب، لأن هنا أنا مندهش من الجمال الخاص بالشخص اللي أنا بكلمه. oh you look pretty، يعني يا أنت شكلك جميل أو أنت شكلك جميل. نروح لتالت حاجة يا أصحابي وهي الفول ستوب. الفول ستوب أو النقطة اللي احنا عارفينها كلنا اللي بنحطها في آخر كل جملة خبرية أو أمرية. واحنا عرفنا في أول الدرس يعني إيه جملة خبرية، اللي بعرف منها خبر معين أو معلومة معينة، والجملة الأمرية اللي يكون فيها صيغة أمر حد بيقوله لحد تاني. في نهاية الجملة الخبرية والجملة الأمرية بنحط فول ستوب أو فول ستوب أو نقطة. مثلا زي ما أجي أقول he is tall. he is tall يعني هو طويل، دي جملة خبرية، بحط في نهاية الجملة فول ستوب، فول ستوب أو نقطة. وزي مثلا لما أجي أقول لك close the door، close the door يعني اغلق الباب، بحط برضو في نهاية الجملة فول ستوب زي ما احنا شايفين قدامنا. رابع حاجة يا أصحابي الكويستشن مارك. الكويستشن مارك أو علامة الاستفهام اللي احنا كلنا عارفينها، طبعا هي اسمها question يعني خاصة بالأسئلة أو بالجمل الاستفهامية اللي هي طبعا بتكون في صيغة السؤال. بتستخدم دايما الكويستشن مارك في نهاية أي سؤال،
أي سؤال في الدنيا بنسأله في اللغة العربية حتى بنحط في نهايته question mark أو علامة استفهام، لأنها بتدل إن دي الجملة دي بتسأل عن حاجة معينة. زي ما أجي أقول لك how are you، how are you، كيف حالك. وزي كمان لما أجي أقول لك are you okay، are you okay، هل أنت بخير. ومش عايزكوا تنسوا يا أصحابي إن في نوعين من الأسئلة، سؤال طبعا بيكون بأداة من أدوات الاستفهام اللي هي what، when، where، who، how، why، which، whose، وعندنا حلقة موجودة في الفيديوهات خاص بأدوات الاستفهام وإزاي بنكون سؤال من الأسئلة عن طريق كل أداة من أدوات الاستفهام دي، تقدروا تتفرجوا عليه هيوضح لكم إزاي تستخدموا الأدوات دي بشكل أوضح. ونقولهم مع بعض مرة تانية: what يعني ما أو ماذا، when يعني متى، where يعني أين، who يعني من، how يعني كيف، why يعني لماذا، which يعني أيهما، whose بتسأل عن الملكية يعني ملك من. وأنا أسيب لكم الرابط بتاع الدرس ده في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو لو حابين تتفرجوا عليه، يساعدكم أكتر إزاي تستخدموا أدوات الاستفهام. وفي نوع تاني من أنواع الأسئلة اسمه السؤال عن طريق استخدام فعل مساعد. الأفعال المساعدة زي ما احنا عارفين هي do و does و did، أو استخدام verb to do اللي هو يفعل، do و does و did. ممكن كمان أستخدم verb to be وأستخدم في الحالة دي am و is و are و was و were في الماضي. وممكن كمان أستخدم verb to have اللي هو have و has في المضارع و had في الماضي. وممكن أقول will و can و may. فالأفعال المساعدة كلها ممكن أحطها في أول الجملة do و does و did أو am و is و are أو was و were أو have و has و had أو will أو can أو may، بحطهم في أول الجملة وبعمل السؤال. وإن شاء الله هنوضح الجزء ده في حلقة لوحده إزاي نستخدم فعل مساعد ونكون بيه سؤال. وطبعا زي ما قلنا من شوية في نهاية أي سؤال بنحط الكويستشن مارك اللي احنا بنتكلم عنها، الكوما أو الفاصلة. الكوما أو الفاصلة اللي بتبقى عاملة زي الواو الصغيرة خالص دي اللي بتبقى على السطر بين الكلمات، احنا طبعا بنحطها بعد كلمة yes أو no. أي yes أو no في أي جملة بحط بعد منها الكوما أو الفاصلة. لما اجي مثلا اقول لك yes he is يعني نعم هو يكون، بحط بعد كلمة yes الكوما أو الفاصلة. ولما اجي اقول لك مثلا no he isn't هو لا يكون، لا هو لا يكون، بحط بعد no الفاصلة أو الكوما زي ما احنا شايفين قدامنا. وبحطها برضو بعد اسم أي شخص في أول الجملة، يعني أي جملة أولها في اسم شخص بحط بعد منه كوما. يعني مثلا لما أجي أقول علي أو علي come here، بعد كلمة علي أو اسم علي بحط كوما أو فاصلة علشان خاطر هو جاي في أول الجملة. لما أجي مثلا أقول لك حسام open the door، حسام هنا اسم وهو جاي في أول الجملة، بحط بعد منه كوما أو فاصلة زي ما احنا شايفين قدامنا. وبحطها برضو قبل أي اسم خاص بأي شخص إذا جاء في آخر الجملة، يعني لو اسم الشخص جاء في أول الجملة بحط بعد منه كوما، ولو اسم أي شخص جاء في آخر الجملة بحط قبل منه كوما. زي مثلا لما أجي أقول come here علي أو تعالى هنا يا علي، علي هنا اسم شخص جاي في آخر الجملة فبحط قبل منه كوما زي ما احنا شايفين قدامنا. وزي مثلا لما اجي اقول eat your lunch عبدالله، eat your lunch عبدالله، كل الغدا بتاعك يا عبدالله، هنا عبدالله اسم وجاي في اخر الجملة بحط قبل منه برضو كوما زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة الابوستروفي او الفصلة العليا. بتستخدم الابوستروف او الفصلة العليا طبعا أول حاجة في حالة اس الملكية. أي حاجة فيها اس ملكية، يعني لما أجي أقول لك مثلا this is أحمد
في هنا طبعا اس ملكية، لما لو هقول حاجة ملك احمد بحط اس الملكية، احمد هاوس ده منزل احمد، فبحط قبل اس الملكية دي الابوستروفي زي ما احنا شايفين قدامنا، بتوضح ان انا بتكلم عن بيت بتاع احمد. This is هذا احمد's house، هذا منزل احمد. هنا طبعا اسم الملكية لازم يجي قبل منها ابوستروف او ابوستروفي زي ما احنا شايفين قدامنا، وبتستخدم كمان الابوستروف او الابوستروفي في الاختصارات، زي مثلا I am لما اجي اختصرها واكتبها باختصار بشيل الـ A وبحط apostrophe بدلها، فبتكتب I am زي ما احنا شايفين قدامنا. فأي اختصار بكتبه لازم أحط مكان الجزء اللي أنا اختصرته أو apostrophe زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة وعرفنا إيه هي الـ punctuation أو الـ punctuation marks أو علامات الترقيم. عايزكوا تحفظوها كويس وتعرفوا الحالات اللي احنا قلناها كويس، وحاولوا تكونوا جمل تستخدموا فيها الأمثلة اللي احنا ضربناها وتتدربوا عليها كويس، هتساعدكم كتير لحد ما تخلصوا جامعة ان شاء الله. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة، اتمنى اشوف 1000 واحد استفادوا، ولو استفدت اعمل لايك اسفل الفيديو، اتمنى اشوف 1000 لايك. وما تنساش تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، خليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.